والله حتى مشيت مصرات عشانكم انت مع البطل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. زينة تشعر فيها والله العظيم. راون حد ماشي اللي تعرف المواطن اللي بيقدرش يعاني. في اطار متابعتنا لبيع ما اسطوانات الغاز في محلة الحطية، طبعا متابعة الغاز والإشراف عليه بحيث أنه يصل للمواطن، وإن شاء الله وكذلك على السعر بحيث أنه ما يخرجش للخارج للسوق السوداء ويتم استغلاله من قبل التجار السوق السوداء. وإن شاء الله في الأيام الجاية حيكون لنا شحنات أخرى إن شاء الله بحيث أن نخفف العبء على المواطنين ولو بشكل جزئي. وإن شاء الله في الختام نشكر فرع الحرس البلدي فرع عباري على مجهوداتهم اللي قايمين بها. الغاز نعانوا منه لينا شهور، يعني لينا فترة ممكن سنة نعانوا من الغاز، ما ريناش الغاز بكل، لكن باهي تو الشهور لين يعني الشهر هذا يعني توفر شوية نوعا ما يعني، والحمد لله يعني تو جايات سيارات، قالوا بعد يومين ثلاثة جايات سيارات